يقول السائل: هل يوجد نص أو حديث يقول فيما معناه أن من أذنب ذنبا من أهل مكة فإن عذابه مضاعفا لأنه في البلد الحرام؟ نعم، الحسنة تضاعف في الحرم أكثر من غيرها، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة لما سواه، الحسنات تضاعف أكثر، السيئات لا تضاعف، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، سيئة واحدة، ولكن هذه السيئة تغلظ، تكون مغلظة وعقوبتها أشد في الحرم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، سواء كان الذي فعل المعصية في الحرم من أهل مكة أو من غير أهل مكة، يشملهم الوعيد الشديد